مرحبا شيخ، كيف الحال؟ مساك خير، كيف صحتك؟ شباتك؟ ايش معدل؟ يا مرحبا شوفك. خير. نعم الحمد لله. خير ما حجاك يا باس. خير. نوم بلايد. تعيش بالدوم. ايش يا خبر؟ باو. وصوبك. ايش علوم؟ دام تعلوم بخير. شرفتوني. شرف مقدارك. مرحبا. خلي مشرفين والله. مرحبا. مرحبا. اليوم احنا يعني سعدنا تكون معنا. معك ان شاء الله. او نحن بنكون معك. معك. حم ضيوفك اليوم. ان شاء الله معك. نعم. نعم. نقول للمشاهدين احنا اليوم في جزيرة مصيرة، وجزيرة مصيرة هي جزيرة لها تاريخ ولها أسماء قديمة ولها يعني سميت سيرابيس، سماها الإسكندر المقدوني، وهذا قبل الميلاد، سميت أيضا الشامخية، وبنتعرف على تفاصيل كثيرة. يعني مصيرة معروفة ما شاء الله، لكن موضوعنا بالضبط هو ليس مصيرة بقدر ما موضوعنا عن الصيد أو رحلات الصيد. شيخ خليفة، احنا لباك اليوم تحدثنا عن الصيد، وبنطلع معكم في هالرحلة، وبنشوف لو ان اللي بنشوفه هو الصيد اليوم، لكن بنتكلم عن اول عن الكلام الاول عن الاول اول اظني اتعب لا الاول اتعب ووجد والان شيء مكاين واول شراع شراع نعم فبنعرف كل هالتفاصيل ان شاء الله من خلالك. طيب طيب. أنتوا لكم تاريخ في هالموضوع. ليه تاريخ؟ نعم. الموضوع غير تغير الوقت وتغيروا هلا. أكيد. وهلا الوقت راحوا عند الوقت. نعم. زمان هلا راحوا. إيه. الآن أنتوا باقيين وبناخذ منكم التفاصيل. أي لنش فيهم؟ أي لنش ما العادة الحين الحديد. هذاك الأخير؟ الأخير الأخير. زين نمشي؟ يكون نطلع معكم على طول. طيب بسم الله تفضل. تفضل كذا. هي زين تناقض كلمه. نعم يلا. هذا حديد. هذا حديد. الطير على العشاء. اليوم على الهديه. جاء اليمولا. هذا حديد. جاء اليمولا. السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. كيف حالكم؟ طيب. بقول لك هي تركيبه الحين قلت لهم قال واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. هي العين شوف هي العين ها؟ ايه تكبر حتى يكون بيخ في ريعه يطيح السمكه في العين راح السمكه تبع هي الليخه شوف يعني ليخه ليخه اول عيونه اكبر اكبر شويه عشان شوية. الصيد الكبير كان على ويدر والسهوه والجرجور كل نوع يجيبه كل نوع زين ايش بعد كذا غير الغزل ابو الغزل هذه لا هي نايلون هذا نايلون اي طاح من نايلون والاولي ايش؟ الاولي سوتلي يسمونه سوتلي سوتلي اه بن يسمونه ايه. بن يا من مسك ملهن هو ذاك الابيض اللي قاعدين يسوون لا لا, لا لا ما هاك عاد دروه الحين طاح فتحت شيء الحمايه مو ردوا من الهند وردوا لكن يغزلونه كي مسخل بعدين برموه سووا من خيوط على خيوط كامله وشعوا اليوم زين ارواحكم تغزلون روحني والنسوان حشاك نعم حشاكل حليب مغزلهم العرب يبرمونه متقدم بعدين نعم. سووا خيوط وسلاف وشعوا نعم وسووا من اليوخ اليوخ كان عاد يصير اشغل شويه انسان العين اكبر شويه نعم اي الحين طاح نايلون الحديث طاح عاد من ورد النايلون نعم الحين في القيده الثاني يعني اللي قاعدين يسووا الجماعه الان وهم يشلوا هذه يعني اباك بادي الاولي يخلد يسوي الخيط ايوه هذاك هذاك من عقل اليوخ الاولي اي غير الخيط الخيط ابونا ونفس الشيء نايلون زين الخيط خيط هذاك لكن الطريقه هي الطريقه هي هيك مال العبد الاولي الحجر الاولي هذاك أيه. اليوخه زين مغدفه مغدفه مال البياح مال القاط أيه. مغدفه وذاك الاشباك مال الحلي كبار حلي كبار زين اللي يعيش انا اكثر هذاك الاوليات ولا لا؟ لا لا يعيش انا اكثر لا لا يعيش هذا نايلون ما يتاثر هذاك بس يسوونه نوره نوره حق يسوونه نوره عقب اسبوع اسبوعين اصبعهم نوره غسلهم عن خرس عن ذي خرس بطل من البحر يشيل خرس اسود اسبوعونه بنوره رد اللي يحلي حاله ابيض زين يعني باستمرار لازم انتم تسووا له مثل ما تقول صيانه
صيانه يعني صيانه لازم صيانه ويعيلون سيم يعيلون هذا شوفون على كل طلعه ولا على الحول؟ لا على كل طلعه على كل طلعه ترى طاح الحوت شرخي الحوت لازم اثابي ولا كله باذنه بعدين عيروه بخيط هيك عن شرخ يوم مني ونها عيون مقصه نعم. سوى غيرها نعم مره سيم مني يعني كل ما تقطع ولا شيء تعيدوا تعيدون تصلحوا كذي الحين مقصه العين هذه بدي اروح عين ثاني غير اللي خيط نعم. خيط نفس الشيء وعجز هني يبني نعم ولد هني وقتله وقصته مسكين واضحه نعم مكان يعني ليش مختارين هذا المكان؟ هذا المكان موضع الحوت هني جسر حصى يعني يطلع عنه الحين ايه والحصى يمشي فوق السمك كافة انواع السمك يعني هني شيء حصى؟ هني حصى شيء زين؟ نعم شيء ايش من سمك تتوقعوا هني تحصلوا؟ والله يمكن شعري كوفر هذه سية حمراء وهذه هاي السمك سمك يعني نعم. سمك صغير ثاني يعني شعري سمك هني مال الحصى يعني ضاف ما ضاف وهذه زين اول قبل هاللينكات مال المكاين نعم كنتوا توصلوا لهالمكان ما بعيد عليكم؟ نوصل بتقديف نوصل عليه هني نوصل على مجاديف وبعد بعد على حيل تقديف يعني المجاديف وغادو وهذه على هواري صار. على هواري صغار واذا هو مناسب يعني كان على الشرع ايه عندنا يعني شرع هواري شرعيه يعني هذاك الكبار الله ايوه نعم زين نعم. بسم الله شلوا شله؟ شل يوم شل ايش تشلوا؟ يوم شل الليخ ايه يوم يشيل الليخ نقول يا ليخ من صاعك من اللي استوى لك سب يا ليخ من صاعك من اللي استوى لك سب تيم الخالق ونقم تم الرب نعم شوفوا كيف يعني تدعو الله ان الله, الله يفتح عليكم ان شاء الله من فتح الله ونقول يا بعايرك يا ليخ بعد فيك خيوط ما حد معطني عليه مشيت احوط بعايرك يا ليخ بحل فيك خيوط ما حد معطني عليه مشيت احوط زين توكل على الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يلا نساعدكم لا 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 الله يساعدك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يخلى ليله كامله ليله كامله وباكر صبح ايه وتظلوا تنتظروه هني باللينك ولا تمشوا عنا لا نروح الذرع تمشوا عنا نمشي عنا باكر الذرع سوانا وباكر بيوت في اوقات زين بننشر عليه الساعه 6:30 7 ايه ناشر بالمره ديون الفجر قبل عقب الفجر شويه نشالين الديون زين ما اول كاك تسووا؟ اي سؤال يعني اول بعيد عليكم مشي يوم الشراع ويوم مجاديف يوم شراع ومجاديف ما نعدي شوية مسافة في الخشب يوم كل خشب مال شرع كبار ايه. يمكن مسافة 3 كيلو ايه. 4 كيلو بس يوم كذا يوم يبعدوا عن البر تدوروا مكان قريب من البر انا السمك اتذكر الايام جاري البر زين سمك موجود قبل البر تعال يجوه مال كسر يوم كسر مال كنعد بعد ما في مني غالبيني غربة مالي بر ومالي قليل من بر زين يسرون هناك يظل ياخذ كسر يظل تمشي للصبح مرة عصر ظهر مرة عصر مرة نعم 3 مرات يديخ كسر مال المثبت ايش في اليوم 3 مرات ايش تسووا؟ شل كنعد منه زين في اليوم 3 مرات تخرفه كانك قاعد ما شاء الله زين نسمى تخرفه مخرفه تخرفه يديه تمشي له زين وهي غالب مره 3 مرات نعم تلقى 50 40 30 20 الصيد موجود لك السنوات ابد اليوم زين هذا البحر اللي احنا فيه ايش تسموه بحر كم؟ نسميه بحر 8 8 سبوع 8 ابواع يعني 8 ابواع لما نحسبها بالمتر جوب 15 متر 16 متر هذا جانا 15 متر ايه هذا كان اوقات الكسر غربة عن الكسر بحر 5 ايه 5 ابواع ايه الكسر زين غربة مسافة طيب كيف تعرفوا ان هني بحر 8 ولا نبوعه لازم مسويين بلد يوم يشوفوا يوم الرياح حبل رصاصة ولا رصاصة ايه نسال الله يتحكم زين شد وبوع وخلاف تقيسوها نبوعه
قاعدة خمسة زين عرق. نعم. مع الكسر. أي. يوم بقى يشرق الميل يخسب. نعم. حق الأنير ثبت السلعة اللي أخرى حقنا. أي. حق الأنير وثبته فوق. زين. أي يسمونه سب. أي. لكن يا أخي كسر ثاني كسر نسمى شوفها مظهر شوف وياه. نعم. شوف نسمى شوفها مظهر. أي. الباب مني باب يدخل للسماكين يضرب هني الربع يسمونه ويضرب هني. نعم. الربع. ثاني بكنا. النهار. نعم. واللي يخسب اللي يخسب لا منبوخ طول طايح. ما يكسبون. نعم. والخير موجود أول الخير وايد. أيه. أول ما نقدر نجي المكان عندك وشوف تلحمد شيء مني وشيء مني. صيد. أكلوا. نعم. يطلع فوق. فوق تطلع في العومة. خاف عليك أول هم تشوف يوم تلحم القط وتلحم. نعم. يعني خشى العمار نتلحم علينا وقعد طرف ناس فيها. الخشب قعد طرف ناس. زين احنا رحلتنا اليوم يعني كان البحر عالي موج وهواء. اليوم؟ ها؟ اليوم هو معنا اليوم بادي الهوي. اليوم بادي. اليوم بادي. احنا اليوم في بدايات شهر 6 في بدايات شهر يونيو. صح. هل هو هذا بونا وقت ال هذه نسميه حراس الخرف. الخرف. اي نعم سلوب يسمونه سلوب. هذا نفس الوقت اللي يسموه في ظفار الخريف. الخريف. اي زمان الخريف دخل الخريف. وهالصوب تسموه الخرف. نسميه الخرف. هذه بدايات الخرف. اي بدايات الخرف. زين انتم. اي نعم في النيوم. يسموني سلوبي كان نسمي سلوبي. سلوبي يسمون الشياب راس الخرف. أنا بدي الخرف معه. زين. بدي عاد من اليوم بدي. يعني إحنا اليوم تقريبا بادين مع بداية الخرف. بعد الخرف. زين. نعم. الحين الخرف يمشي في زيادة بعد. زين. عاد يكون هايق بعد. طيب الحين مثلا الأرصاد الجوية تحذر إن الناس ما ينزلوا البحر لأن البحر الموج عالي وكذا. لا يقولوا في الزمان. أول أنتوا هش تعتبروا هذا الوقت؟ وقت صيد ولا ما وقت صيد؟ الحين لا إحنا نعتبر الحين يعني. أول. يسمون يسمون الشلج. اسمه الشلج. الشلي. اي نايم عقب الثريه. الثريه من تطلع الثريه من الشرقه. اي ركبت الشلج. اي الشلج مو الاعاصير. للحين يجيب الاعاصير. هذا وقت الاعاصير. اي وقت الاعاصير. في بحر العرب والمحيط الهندي. في زمان احنا الحين في زمان. نعم. زمان الشباب. نعم. الله اعطاهم الاعاصير في زمان. ايه. الشباب اي. زين. اول شيوبه حسب الشلج كان نحسب عليه مره بنك بيت بطل بنك من هيش. ايه. تبع من المطر. نعم. يجيب الامطار ويجيب المطر. وبيجيب الصيد الخيل. لا نعم. ما يمشي صيد يجيب حد خبز بده خرف معه. نعم. نروح شلي. ايه. بدي الخرف. الخرف اللي في السواحل. ايه. مصيف في السواحل. ايه. ما يسافر عليه طبع الشلي. السواحل قصدك افريقيا ولا السواحل؟ افريقيا. افريقيا. ايه. هذا خشب صوفه السواحل. يسافروا عقب الوقت هذا. من صفو الشلي طلع الشلي مع الصفار الشلي. ايه. عاد هبوا بخرف كله كوس بضرب كوس. زين. سافر. ايه ما قصر ولا مسافر قبل الشلي. ايه. واصل عمان. ايه. كفايه قبل الحسبه. واصل عمان يعني واصل مسكد. اخر مسكد. ايه. ولا الحسبه يحسب الشلي يحزون الحزي يا ابو 80 ما يسافروا في باو عليه صفون. ما يسافروا في الوقت ابدا. من يبدا يهدى. من يبدا عاد يهدى. جوب كم ياخذ شهر شهر ولا اكثر؟ لا ما ياخذ شهر ياخذ نص شهر. نص شهر ما ياخذ كامل بعد. هذا الوقت. اي الوقت. اي الشلي. نعم. ما ياخذ شهر ما ياخذ ياخذ يمكن 10 ايام 12 يوم بس اي عاد الصفر. اي. نحب من ضرب شلي خلاص ضرب مطر ولا ضرب هبو يغلب يوم يوم ولا يومين وخلاص الصفر. يعني أنا أشدك أول ما تطلعوا يوم تكونوا مسويين نية أنكم تطلعوا للصيد إيش تذهبوا إيش تستاحدوا معكم إيش تشلوا معكم؟ لما أنا أطلع كان في زمان الأول في الخشب. إيه. تم لي 15 يوم أنا هاجر نجوم. طلعوا 15 يوم. 15 يوم. ما تردوا البيت. في السفن لا أنا نطلع دوري بالدقم دوري بيازي دوري لما الشرق الرويس و... هذه طلعت صيد؟ هي طلعت صيد. لما يكون هني مشي صيد متغير هناك صيد ونتبع في الخشب الأكبر. زين. ونتم 15 يوم. على شراع. على شراع. زين. يا غير الخشب فينا فرشني ولحني قهوتني سيماني كل موجود معي. نعم. اللومين استحاليه ينزبيل نشل معي. ينزبيل.
دويات مال سدري مال من كل شيء الادويه حد يجي معني في رخشه تيك حدا مال العين يفتح الابو يشدونه معه في رخشه والحمد لله جه شيء حريمي طلع على طار الكحل شيء حريمي طلع للصيد لا 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 هذا شغل عرض بس لا شغل حلو زين الحليب في جوه ابوها والله زين زين نطلع غيرنا 15 يوم دخلنا سموني دخلت اليوم برنس خال بندر خلاص زين دخلنا بندر وكلنا يحبنا الشيب يحبنان وكلنا قاعد في بيته 7 أيام 8 أيام 9 أيام من بعد طلعنا ثاني مرة كان طالعين أول يازر الحين نطلع من صعدين من رويس من رويس هارطين كيان صوب قرون صوب الشاخد زين يعني أنتوا الطلعة الواحدة تاخذ ايام تاخذ 7 تاخذ 15 8 ايام 10 ايام عليه بحر زين اباك توصف لي يعني من طلعتوا وخذتوا سامانكم وخذتوا الاغراض ايش اللي يستوي عاد في البحر طوال هذيك الايام هذيك الايام هل لو طلعتوا 10 15 يوم هل كلهن في البحر كلهن في البحر لا غالي من يظل علينا يشتي يسمون يشتي تدخل نيوم عليك نيوم اليوم اسم واحد كذب كذب ولا حامل ويركبت العقرب نعم ويركبت العقرب اكوي هذه اسامي النجوم الغربات يجيب الغربات هبايب المواسم المواسم لما يابن هبايب احنا قبل البحر دخلنا البندر زين طرني عن بحبه ودخلنا البندر ذريني الين طاح الهويه طاح الابوه طلعت الخشب يعني في حالة الهبوب والرياح وهذا ايوه تدوروا على مكان يعني شيء من الخيران شيء من شيء من الخيران ذراع هذا ندلهم لان ندلهم ذراعات كلهم منين يكونوا اي تخيصة ذي ذري عن الهبوب دخلنا فيه وجبنا فيه زين زين ذاك الزمان لو الحمد لله والوقت وقت راحة كذا الوقت صعب صعب نعم خدمتي كلها صعبة لما صعوبية ياك الصيد امدحوه نحلي كبار ملح بعدين يبغى عليهم غسال يصفونه ويبسونه نحلي يبس بعدين يصفى من يبس بعد ما جاتوه هذا لما تردوا اي لما رد لا يحليها يحلينا طيب وانتم في السفينه لا في السفينه سمك لمعني موجود انتم كل يوم تصيدوا والصيد يزيد كل يوم يزيد كل يوم يزيد ونرصه في السفينه ايش تسووا كيف تحفظوا الان في ثلاجات ما في ثلاجات الان ثلاجات اي اول ايش تسوي؟ لما نطلع عني خيس نطلع ب 15 يوني 20 يوني ملح ملح اي ملح زين مرصوص في السفينه الصيد لما ينام الصيد وينام الحلي لمخزن مكان في السفينه ملحه بعد ملح ورصوا يتباع زين كان حد ترس ترس وينف عليها ملح يقطعوه ولا شيء ولا شيء لا يشرحوني كان عاد عليه شرخ بس على طول كان عاد يشرحوه في كل شقه 5 شروح زين 5 شروح تبعهم ملح بعدين شلوا رصوه من رصوه خلوهم يشغل يوم 5 دقائق يوم ساعه عباره ساعه نعم خلوه يشغل يتشرب الملح يتشرب الملح بعدين صبقوه اربعه ورصوه على خلوه زين رصوه نفسه عليه ملح ولا ظل 5 شهور ما تخوز ابدا زين 5 شهور اظل ما تخوز الحليه كذلك الحليه محزون عن الصيد الحليه كبار ايش الحليه وايش الصيد؟ الحليه يسموه انت تسموه القرش الحليه الكبير حليه كبير ايه ما نسميه قرش نسميه حليه هذا حل العوام لا حل لخم اي لخم ايه اي مال افريقيا زين اي سدس واحد تصدروا لافريقيا ايوه زين شب منصور ويحملونه يبسون اول كذا املحوه خلصوه ويبسوه عقب ما يبس رص اللي بعد ولحه في الترابيل ايه عن الهوية لحق الهوية نعم بعدين عقب شهر عقب شهرين يعني ايانا كان الشاب منصور بيسافر امريكا سواحد طلعوا معه طلعوا عندك المحلية كلها كان كوري وكوريتين ولا 4 كواري الا ما يكون له معه نعم وحمل لنا رخشة وسافر امريكا جيت من امريكا من هناك يحاضون بدل عيش بدل بن بدل كندل ها؟ يجيبون كندل من افريقيا وبندل مال بيوت مال بنايات زين كل شيء جاب من هناك ثلاث من يشيل الاسماك الحليه وكان حد هناك يجيبوا بدله سيما حد قندل يعني الخشبه تروح تارسه وترجع تارسه لا ترجع تروح تارسه وترجع تارسه نعم زين ولا حد بدي عليه الخرف لا بدي عليك الخرف مني اللي يخرف في مصيره يتم 3 شهور 3 4 اوقات ايه اللي يدخل داخل ينزل يفلان زين الاحمر تم معك 4 شهور
وانزل مخرفني تم ولا اربع شهور بسيط. شوف انا جبال الحمر لهنيا اي هناك عندي في البلاد يسمونه وادي المحي زين. بلاد وبلاد فينا خيل هايله قيغون عباره قيغون معهم ايه اللي خرفني ومن خرج كان خلف مصيري في الحول تثمر مرتين مرتين تثمر كلهم الناس يحضرون النخله تثمر مرتين؟ خلا مرتين اي شتم يلحق عليها قيغي لما نبتوا قيغي ايه هاك شتم قايغ لاحق ما شاء الله آه ربك معطينها يقول لك شيء جديد كان ربك نحل من رب العالمين الحمد لله خلا ما شي تثمر مرتين في الحول اي تثمر الشتوي ما طلع ثمر قيغي ايه الشتوي تعال لاحق برطبه يعني في الحول مرتين شيء رطب؟ نعم عشان مرت الحين حد الان النمره ايه؟ موجودات يا غير لا بنسى اول خيل وايد هايله والى الحين الى الحين؟ هذه باقي الباقي بعد هنا يثمرون مرتين؟ اللي هي من خلط مصيري الاصليه ايه؟ يثمر مرتين ايش اسمها النخله؟ خلاص ليش ايش من نوع النخله؟ لا شيء شيء شاو برني شيء غال نفسها اللي موجودات في الاماكن نفسها موجودات زين من كل نوع النخله زين وحد يمشي يحضر في غير مصيره؟ مصيره صادقين باقي ما تحضر كله ومصير نص يحضر كله يحضرون نعم حد يحضر باطنه نعم حد يحضر عمان فالعائله يتمون يقلبون في الوقت الزمان الاولي طويله قيل نعم اربع شهور يقلب ما يخلص معهم اللي طيب. ما باطنه اللي من عمان نعم لا تشوي ولا اللي حضر باطنه يكمل اربعه نعم انا يجون كهديه بحر يربعوا لان انا سمعت بعض الاخوه هنا يحضروا صوب سناو ومضيبي و... اي نعم حضرنا احنا سناو ومضيبي ودم نعم وعز نعم الصوب الغيبي ايه. اي محضرنا كلهم طيب شحوا في بلادي نعم طيب انتم تستخدموا الخشب العوده هذه تمشي بالشراع خشب كبار هذاك والهواري الصغار الهواري هذاك مع البر الهواري حباه البر اي الليل منكسر يعني الصيد لا قريب من المبعيد يمشي على البحر خمسة أبواع سبعة أبواع ثمانية أبواع هلا الهواري هواري بر ايش انواع ايش انواع السفن والهواري انواع الهواري اللي كنتوا تستخدموها اول انواع الهواري فينا كبار هواري مجاديف ايه هلا هواري مجاديف كبار كم مجداف؟ نستعمل حنثرة لا مجاديف وشيء مجدافتين بس وغادو عندهم غادو ايه غادو في العوس بواحد ورع ايه ومجاديف ثنتين زين عيد وقريب شلون زين وبعض متوالي بين حدا اربع مجاديف في ثلاث مجاديف عند كبر الهوري من صغري نعم في الهواري كبار في هواري خفاف يستعملوا في شيء يستعملون شغل ويستعملون شيء بعدها ايه هواري ايه يوم يبغى يسافر بنقول مجر لك مجزيرة على راسية ايه شل شراع ما شراع دون شراع صغير حق الهوري بس حجم الهوري يوم حجم هوري زين شراع يوم حجم الهوري وقطع ير وقطع شراع وصله كنتوا تخدموه هنا وحدكم الاشرع؟ لا مو نروح الراد اخبرك بسيطه الشلع خشب كبار ايه وخشب صغير كله مره دخثور مشان شراع زين بايش تسووهن؟ نسويهن نجيب ان ايش من خلق؟ خلق اياب كان شراع قليل شويه قليل ايه اياب طياته ما طاي طياته من هنا اياب؟ اياب منبي من هنا من هنا من هنا زين زين وفي شيء قليل ايه وشيء فيه خفيف على عبرك اللي تبغى تاخذ شراع قليل فيه هذا بونه بونه مصنوع للشراع للشراع زين وفي شيء بريكان غير شيء بريكاني امريكاني امريكاني قليل ايه قليل نعم اي نوع مال السفن فيه نوبه ثوبه قليل زين نوبه يستعملون السفن عليك كل ما فينا يورد منبي كان جاب كلهم منبي وكنتوا تصنعوهن السفن هني في مصر؟ السفن نصنعها في مصر ونطلع على الجرسون كان رساتين يقول لك الجرسون نعم اللي يبي ياشر هني مشي يصور ياب له ساعتين هناك ياب له زيت شفته وشري هني نعم وشري خلص يتناشدوا الناس عن الصيد اذا التقيتوا في البحر او في البر يستوا مناشد كاو ينهموا على بعض لازم 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 الحين يوم بنقول طلعني من البحر ما بر في الخشب
نزغني حد نزغني قعدني ابوي مسافه لاقيني واحد من صنايعي داخل يبيري يبي يرسي هو شال مبحر شال مني من يزيد ولا من غب ولا اي مكان سلمني وبارك سلام مش علو مش خبر قال لا سلامتك مش علو انت ايش علو قلنا لا مش علو زين زين ايش عينات البحر من هنا من شليته قالوا بحر يوم شال لي من غبه اي غبه غبه زينه زين ولا يجيبها لي 35 ولا 45 و20 كندا وتعين البحر شلون البحر ينتهي زين زين قلنا هذا الحين عاد عمرني هنا نمشي البحر من هنا البحر زين نعم نرمي يعني الناس يوصفوا بعضهم يوصفوا بعضهم العباده اللي طالع من البر فرحان بخبر بحر يكون زين ايه هذاك يوم حنقادني هو بحر زين نعم ايش فيك تقلبني الحمد لله هو بحر زين بحر ايه عن عنوس انا ما نلقى شيء نعم زين وذاك العباده اي سوناها ثاني بنزغوا العبسه يقول لك ما ليه الطريق الحمد لله نعم الاخبار ما بيني ولا في بر كذا لك يوم ما انت في بيتك ما عندك خبر انا بحر زين وحد جاب شيء ياك ياك يارك قال لك فلان يوم يقول فلان يا كذي كذي بحر زين خلاص حرك هبط لي اخذ الناس ما فيها حسد على لا بعض لا لا بدان يمشي مره دياري خبره نعم لانه فلان يقول لي يا اليوم كذي كذي ايه بحر زين نعم هبط لي اخذ قال له نعم اللي بهبط مشي هبط وهبط حال حاله يقول لك يتخابرهم كل شيء ما حد يشتم ذي يبيع معهم نعم ولا زمان يا لوكس الحين هذه يوم بيجيب واحد 50 صيده 60 صيده بيك متن ما يخبر ما يخبر ابدا من هيابنا يا نفعل العالم كثره العالم كثرة. الله يهديه واستاذ غوارب غالب الحين يوم يا ابو حق 50 صيد من راس الحدري اخر مصيده نعم هو مني موالي كمان نعم ركب ستيم 8 شقر عليه ورمه عندنا لا اليوم عاد شيء متقال احنا اول كنا نصيد في بلاد هلا خاصتني ما نطلع مني بس نبغى غوالي نبي يره نعم هلا هذا الصوب الحدي خاصته ما يخذوا نعم كله الحمد لله خير المكان خير وايد وايد خير وايد الله يبقيك احسنت مشكور مشكور جزاك الله خير جزاك الله خير عاد بنرجع زين طيب زين